النهاردة تم الإعلان عن التيار الحر، تكتل سياسي جديد. التكتل في حزب المحافظين، في الحزب المصري الديمقراطي، في حزب الدستور، في حزب الإصلاح والتنمية، كل هؤلاء تجمعوا في التيار الحر وعندهم أهداف في المرحلة القادمة. مصر الآن تئن ويعني في وضع وفي حالة غلاء أسعار وأوضاع معيشية أصبحت لا يحتملها الغني قبل الفقير، فدي تحدي كبير. إنما احنا شايفين إن الإصلاح الاقتصادي ده وإن آن الأوان إن الدولة تستمع للأطروحات اللي ممكن تأتي لهم من خارج دولاب الدولة. زي ما انت عارف هناك مساحة الآن وفي حالة من التفاؤل ان في مساحة للعمل السياسي، وده طبعا بمناسبة الانتخابات الرئاسية اللي احنا مقبلين عليها الشهور القادمة. هل هيكون لكم دور في ترشيح مرشح بعينه او الوقوف وراء مرشح بعينه في انتخابات الرئاسة القادمة؟ بص حضرتك، احنا لحد دلوقتي احنا بنقول لو ما كانش في الضمانات بتاعه حريه ونزاهه، وطبعا لو عداله الانتخابات يبقى حاجه جميله جدا، ما كانش فيها هذه الضمانات فاحنا مش هنبقى انترستد الحقيقه. التيار الليبرالي جزء من الحركه المدنيه ومستمر. الحركة المدنية مظلة أوسع، أمبريلا فيها اليساري وفيها القومي وفيها الناصري، وفيها تيارات مختلفة. إحنا مش مختلفين على أرضية نضال الحركة المدنية من أجل تدشين حياة سياسية ديمقراطية وحوار وطني وغيره، لكن إحنا متميزين في نقطة اللي هي الخاصة بالدفاع عن اقتصاد السوق الحر.